بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمود الدرة، رجعنا عشان نكمل حل بيبر 6 فيزيكس اي جي سي اس اي. هنحل النهارده امتحان 2023 نوفمبر فيريانت 1. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ امتحان، المفروض ساعة. A student determines the weight of a meter rule using a balancing method. وادي السيت اب بتاعه. The student places the meter rule on the pivot. She places a load P on the meter rule at 90 centimeter mark. She adjusts the position of the meter rule on the pivot so that the meter rule is as near as possible to being balanced. The meter rule balances with the pivot at the 75 centimeter mark. Calculate the distance A from the 90 centimeter mark to the pivot. عايز المسافة AD. أنا بيقول لي إن دي 75 ودي 90، يبقى الديستانس بتساوي 90 ماينس 75 ايكوال 15 سنتيمتر، يبقى دي 15 سنتيمتر. ماشيه مع الارقام اللي تحتها؟ ماشيه مع الارقام اللي تحتها، يبقى كده ايه يعني تمام. She records in table 1.1 the distance B from the pivot، وهي بقى مسجله الديستانس B from the pivot to the other end في كل مره. She repeats the procedure placing the P load at 85 centimeter 80 وهكذا. She records in table. طيب plot a graph of A على ال y axis against B على ال x axis. We start A at 0 0، وال B مش ضروري، يعني ال y axis ضروري نبدأ عند 0 0، لكن ال x axis ممكن نبدأ من أي حاجة تانية. احنا عندنا القيمة دي كانت 15. طب هو عايز ال A على ال Y axis وال B على ال X axis، وبيقول لازم ابدأ هنا من الزيرو، ولكن داون مش لازم ابدأ من الزيرو. A على ال Y و A starts at 0. الحاجات دي مهمة ولازم نخلي بالنا منها. طيب نبص على ال A اللي هو ألزمني بيه. ال A بادئ من 7.5 لحد 15، والزمني ان انا لازم ابدا من عند الزيرو. طيب يبقى انا عايز اوصل لغايه 15، وانا عندي كام؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، خليها هنا 8 وهنا 16. يبقى انا عندي ماشيه 2 4 6 8 10 12 14. بالنسبه للبي قال لي ابدا من اي حاجه، انا عندي من اول 60 لحد 75، انا ممكن ابدا من هنا بال 60، وعايز اوصل هنا لغايه 75، يبقى 60 62 64 66 68 70 72 74 76. كويس خالص. طيب نعمل بلوتنج بقى. انا عندي اول حاجه 62.5 مع 7.5، طبعا هيبقى صعبه شويه الارقام. 62.5 انا عندي هنا دي 63، 62.5 تبقى هنا مع 7.5 انا عندي 7 هنا، 7.5 هتبقى حاجة في النص هنا كده. يعني اذا انا عندي ادي اول نقطة، ما تعديش لا الخط اللي فوق ولا الخط اللي تحت. الكروسنج بتاع الاكس مش الارمز بتاعت الاكس، الارمز بتاعت الاكس ممكن تبقى كبيرة والمفروض تبقى كبيرة، لكن الكروسنج بتاعها ما يعديش. تاني قيمة عندي 65.6 مع 9.4، 65.6 مع 9.4، 65 هنا اهي 65.6، يبقى 0.2.4.6 اهي، هي في مكان ما هنا كده، مع 9.4. ادي ال 9 هنا اهي 9.2 9.4، يبقى 9.4 هنا. اللي بعدها 68.8 مع 11.3، 68.8 68
اهي 0.8 يبقى 68.2.4.6.8، يبقى اهي حاجة هنا كده. مع 11.3 صح؟ مع 11.3، مع 11.3. طيب فين ال 11.3؟ ادي ال 10، دي ال 11، 11.2.4، يبقى 11.3 حاجة هنا كده. طبعا انت في الامتحان بتمسح في الاخر كل الزيادات بتاعتك. يبقى هنا اللي بعدها 71.9، يعني نقول 72.9 مع 13.1، 71.9 72.9 تبقى حاجة هنا كده. مع 13.1 حاجة هنا كده، حاجة هنا. احنا قلنا هنبقى نمسح الزيادات دي في الآخر ده في الامتحان طبعا. 13.1 اهي، يبقى الكروسنج بتاعي هيبقى هنا. ما يعديش لا اللي فوق ولا اللي تحت. اخر واحدة 75 مع 15، 75 انا عارف ان هي هنا كده في النص، دي 75 مع 15 اللي هي هنا. هذه الرسمة بتاعتي طلع الى حد كبير ستريت لاين. الزيادات دي هنبقى نمسحها بعدين عشان ما تبانش في السكانر لما الامتحان بيتسحب سكانر عشان يتصح. طيب هو عايز ايه بعد كده؟ عايز درو بيست فيت لاين. البيست فيت لاين لازم يعدي قدر ما نستطيع في اكبر عدد ممكن من النقاط، ويكون متوازن ما بين النقاط، يعني النقاط اللي فوق قد النقاط اللي تحت في المسافات ما بينهم. اذا مش اللي مش هتعدي فيها الخط، اللي مش المسافات فوق الخط او يمين الخط قد المسافات تحت الخط او شمال الخط، ده للنقط اللي مش هيعدي فيها الخط. هنحاول نعدي في اكبر قدر ممكن من النقط. والله هو كده عدى في ديا في ديا في ديا، دول الاثنين لا دي واحده فوق واحده تحت كده. مظبوط خالص كده، كده معدي في تقريبا كل النقط. طب هو عايز ايه بعد كده؟ عايز determine the gradient و show your work. ايه gradient بنجيبه ازاي؟ طبعا احنا عارفين gradient بنجيبه ازاي. gradient بنجيب، لازم تجيب، ما تجيبش من الاخر، تجيب من النقط اللي في النص، ويفضل ما تستخدمش النقطتين اللي في الطرف. فانا مثلا هستخدم النقطة دي، والنقطة مثلا دي. واخد مساحة كبيرة من الجراف لاين، و مش واخد النقطتين الطرفيين، فيعني كده خرجناش عن الريكويرمنتس بتاعة المارك سكيم. طيب بنشوف الأول دلتا واي. أنا عندي الجي بتساوي دلتا واي ديفايد دلتا اكس. دلتا واي بتساوي ايه؟ انا عندي الرقم ده كام؟
ده 14.4 ماينس الرقم ده كام؟ ده 8 يطلع 6.4. وهنا دي كام؟ دي 74 دلتا اكس تساوي 74 ماينس، ودي كام؟ دي 64 قبلها ب 3، يعني هنا 63.2 63.4. يعني بتساوي 10.6، يبقى divided 10.6 دي تطلع كام؟ الجريديانت، الجريديانت يطلع 0.6، ده الجريديانت، هو طالع 0.603، ما يعني مش للدرجة يعني، هي 0.6 وخلاص. طيب يبقى الجريديانت طالع 0.6، جريديانت طالع 0.6، مالوش يونت. The weight is numerically equal to 2g، يعني 2 جريديانت يبقى الويت يساوي 2 times 0.6 يساوي 1.2. طبعا الويت اكيد بالنيوتن. Suggest one practical reason why it's difficult to obtain accurate reading for A and B. طبعا difficult to obtain balance. Using only the apparatus provided for the experiment, explain briefly how you would determine the position of center of mass. السنتر اوف ماس باستخدام الحاجات اللي موجودة بس في الاكسبيرمنت، اللي هو الميتر رول والبيفوت. طبعا بنقول الميتر رول ده المفروض ان هو 1 متر يعني 100 سنتيمتر، يبقى بنقول بوت زي رولر اون بيفوت ات 50 سنتيمتر مارك، على اساس ان ده الاحتمال الاكبر انها تكون عندي 50 سنتيمتر مارك. وبعدين موف ات ليفت اند رايت سلولي انتل بالانس از اوبتيند ذا بيفوت از at the center of mass at balance. ادي اول سؤال خلص 11 درجة في وقت تقريبا مفيش. السؤال الثاني: student investigates the resistance of a resistant wire where the circuit places a sliding contact at distance L بتساوي 20 from B. Measure the potential difference. The meters are shown. Write down the current shown on the student's ammeter. عايز الكرنت، الكرنت يبقى هو ده 0.76. واليونت الامبير. Record the potential difference shown on the voltmeter. Potential difference كام؟ 0.5. Calculate and record the resistance R. ال R بتساوي V على I، يعني هتساوي 0.5 divided 0.76 تطلع 0.66. بالأوم طبعا يبقى 0.660. طيب calculate the record in the first R over L for L equal 20 سنتيمتر، يبقى أنا عندي ال 0.66 divided 20 تطلع 0.03. طيب complete the column heading. ال L بالسنتيمتر ده لينث، ال V بالفولت، ال R بالأوم، دي R over L هتبقى أوم بير سنتيمتر.
Repeat the procedure using 60-100 centimeter lenses. The readings are shown. Look carefully at R over L. Write a conclusion about the relationship between R and L. والله أنا شايف إن هما إلى حد كبير constant يعني. يعني R over L is almost constant. Justify your conclusion. إحنا عندنا range بين 0.03 حد 0.035. يعني لو قلنا 0.035 minus 0.033 divided رقم في النص بينهم 0.034% هيطلع كام؟ يطلع في تقريبا 6% which is less than 10% the limit of experimental accuracy. Estimate the resistance R2 of 2 meters of the resistance wire. Show your work. إذا كان عندي الـ R over L تقريبا بتساوي 0.034 أمبير سنتيمتر يبقى 4200 سنتيمتر يبقى 4200 سنتيمتر R هتساوي 0.034 times 200 تساوي 6.8 ohms. ادي كمان سؤال خلص في مفيش وقت. السؤال اللي بعده. A student investigates the magnification of the image produced by a lens. وادي السيت اب بتاعه. Measures the height each node of the illuminated object. ده هتقيسه بالمسطره. This is to scale. وبالتالي احنا عايزين نقيسه بالمسطره. طبعا مش هنستخدم مسطره. احنا هنقيس هنجيب من المارك سكيل. طلع 1.5 سنتيمتر. طلع 15 ملي متر. The scale is 1 to 10. Measure the distance u. عايز distance u كمان. Distance u طلع 2 سنتيمتر يعني 20 ملي متر. Actual distance of the object is 20 سنتيمتر. أي ما طبيعي علشان هو بيقول لي scale 1 to 10. He places the lens at distances 20 centimeters from the illuminated object. He moves the screen slowly until clearly focused image is formed. He measures the distance V between the center of the lens and the screen. This distance is presented to scale by V. Determines the actual distance V between the center of mass and the screen. Show your work. طيب انا هقيس الاول الديستانس دي هتطلع قد ايه. طبعا برضو صعب ان احنا نقيس. الديستانس بتطلع 8 سنتيمتر. الديستانس دي بتطلع بي ميجرينج هتطلع 8 سنتيمتر وانا عندي السكيل 1 تو 10 يبقى الفي بتساوي 8 تايمز 10 يبقى تساوي 80 سنتيمتر. جبتها منين ال 10 دي؟ من السكيل اللي هو بيقول لي سكيل از 1 تو 10. كالكوليت اند ريكورد ذا ماجنيفيكيشن ام يوزنج. هو مديني الرول اللي هستخدمها. ام بتساوي في على يو يبقى الام بتساوي الفي اللي هي طالعه لي 80 واليو كانت طالعه كام؟ كان طالعه 20. يعني الماجنيفيكيشن يساوي 4. ال V هنا كانت كام؟ ال V كانت 80 والماجنيفيكيشن طالع 4. The student measures the height of the image that's formed on the screen. The reading is shown. ال height طلع 5.9 سنتيمتر. Calculate and record HI على HO. ال height of the image على height of the object. ال height of the image is 5.9 وال height of the object كان 15 مليمتر يعني 1.5 سنتيمتر 3.93.
student remains the procedure using U تساوي 30 سنتيمتر. Readings and results are shown. Another student suggests that the magnification is equal to HI over HO. State whether the result agree. Yes. أنا عندي HI over HO بيساوي 3.9 والM بيساوي 4 because HI over HO بتساوي 3.9 تقريبا بتساوي M اللي هي 4. Difference 4 minus 3.9 divided 4 مثلا percent ده يطلع كام؟ يطلع 2.5% less than 10% the limit of experimental accuracy. وال 10% دي ثابتة؟ دي ثابتة معانا في كل الامتحانات. Suggest how you would continue to use the same apparatus to test the suggestion that magnification M is equal to the ratio of H I over H O. هو أخد 20 و 30 سنتيمتر بس؟ لا، يبقى إيه؟ Repeat. 4U بتساوي مثلا 40 و 50 و 60 سنتيمتر و compare HI over HO with M for each value. طيب انا خدت هنا درجتين على ايه؟ خدت درجتين، درجة على ان انا فكرة to repeat، والفكرة التانية ان انا خدت على الاقل خمس قيم. يعني هو كان عندي 20 30 هاخد 40 و 50 و 60 وهكذا. يعني انا مبين له ان انا هستخدم على الاقل 5 values مختلفين. السؤال الاخير سؤال الاكسبيرمنت. A student investigates the time taken for water to evaporate to dryness when heated from above. Power of the heater is constant. في supply of water at room temperature وفي meter rule وفي infrared heater. Power of the heater is constant. Investigate how one factor affects the time taken for the water to evaporate. يبقى انا مش هغير التايم بقى. مش انا اللي بغير التايم. يعني ما حدش يقول لي ده الباور اهي، يبقى انا هغير التايم عشان يغير لي الاماونت اوف انرجي. لا لا، مش بغير التايم. التايم ده اوتبوت ما هواش انبوت، ده نتيجه عندي ما هواش بارامتر انا اللي بتحكم فيه. You don't need to write about safety precautions. مش محتاج تكتب عن السيفتي بريكوشنز. You should state any additional apparatus needed. طبعا هحتاج ميتر رول، ده اكيد. عشان اقيس المسافة هحتاج ستوب ووتش. هقيس المسافة من هنا لغاية السيرفيس ووتر وهقيس التايم تو ايفابوريت. How you would do the investigation؟ يبقى set stopwatch to zero وبعدين pour suitable amount of water. انا كان المفروض كمان استخدم ثرمومتر علشان اتاكد من التمبريتشر بتاعت الميه. بعدين ميجر الووتر تمبريتشر تو ميك شور ات از ات روم تمبريتشر. بعدين بليس ذا هيتر ات سيوتابل distance، خليها مثلا 10 سنتيمتر from water surface. start
stop watch and the heater at same time. بعدين when water all dried, stop the stopwatch and record the time. بعد كده leave the container to cool to room temperature, أو ممكن تجيب container تاني. بعد كده pour equal amount of water, we place the heater at 15 centimeter from the water surface. بعدين repeat as above and record time, وهكذا. وبعد كده repeat for 20, 25, 30, 35 centimeters distances from the or between the heater and the water surface. Still the key variables that you should keep constant. Key variables. A room temperature. The amount of water. Same container. أو same container shape يعني. Same initial water temperature. طبعا الهيتر بيقول لك الباور كونستانت فمش محتاجين نعلق عليها. والديسس احنا كده كده هنغيرها. والتايم دون ده اوتبوت مش هنتدخل فيه. درو تيبل فور ذا ريزلتس. انا عندي الريزلتس كام ببساطه، كنت بشوف ديستنس مع تايم. يبقى انا عندي الديستنس بالسنتيمتر مع التايم بالسكندز. اكسبلين هاو يو وود يوز يور ريزلتس تو ريتش ا كونكلوجن. هنقول هنرسم بلوت graph of t in seconds on y axis. We the distance in centimeter on x axis. دي من المرات النادره اللي التايم عندي ده اللي هو اللي في الاخر هو اللي بيطلع لي النتيجه بتبقى بالتايم، وبالتالي بيبقى التايم عندي المره دي هو اللي على الواي اكسس، والديستنس هي على الاكس اكسس. و مش مهم حتى ان انت كنت ترسم له الاكسيس دي، كفايه ان انت قلت بلوت وخلاص. كده يبقى الامتحان كده خلص. انت مش مهم ان انت تعلق اكتر من كده. الامتحان كده خلص، احنا ما خدناش وقت طويل. اتمنى تكونوا استفدتم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.